أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما بالتاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. في كتابنا لهذه الحلقة معنا حمود ليحدثنا عنه، تفضل حمود. هو كتاب المراية المحدبة من البنيوية إلى التفكيك لعبد العزيز حمودة، ناقد أدبي مصري حقق شهرة عالية من خلال ثلاثيته النقدية المراية المحدبة والمراية المقعرة والخروج من التي. المرآة المقعرة هي المرآة التي تصغر الأشياء، لذلك نجد بعض السيارات تضع عبارة في المرآة الجانبية أنه قد لا تظهر المسافات في الحجم الصحيح لأنها تصغر، بينما المرآة المحدبة هي التي تضخم الأشياء، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب. لأن يرى مؤلف عبد العزيز حمود أن نقاد الحداثة سواء كانوا من البنيوية أو التفكيك ضخموا من مشروعهم النقدي وأعطوا أنفسهم ومشروعهم النقدي أكبر مما يستحق، وأنه يرى أنهم مجرد أنهم قدموا الخمر في قوارير جديدة لم يأتوا بالجديد. فيقول حمود أن النقد الأدبي منذ أرسطو يعتمد على ثلاثة أضلاع: النص، المؤلف، القارئ، وأن مهمة النقد تقريب النص إلى القارئ. فبعض النقاد يركزون على المؤلف، على ظروفه المعيشية وحياته، بعضهم يركز على النص نفسه، على جماليات النص، والكل مدرسة نقدية تركز على واحد من هذه الأضلاع. فيرى حمود أن دعاة الحداثة سواء كانوا من البنيوية أو التفكيك لم يقدموا منهج صالح جديد. أوكي، ممتاز. لنبدأ من تعريف الحداثة حتى يعني نكون يعني بالصورة أكثر، ثم نتحول للبنيوية التفكيك. ما تعريف كيف يعرف الحداثة وما تعريف الحداثة بالنسبة له؟ هو الحداثة لها معنيان، معنى فكري وأدبي. حنا تناولنا الفكري في حلقة سابقة أنه الأوروبيون قسموا تاريخهم إلى ما قبل الحداثة، يعني ما قبل الحداثة يعني يكون تاريخ ديني إلهي، يكون محور حياة الإنسان الله والدار الآخرة، غيبيات. حداثي بدأ مع عصور النهضة، يكون محور حياة الإنسان القوة، يكون في تعظيم العقل والعلم والانتصار والتنظيم، السيادة. ما بعد حداثي، بعد الحرب العالمية الثانية، اللي يكون محورها اللا يقين، لا يوجد حق مطلق، لا يوجد روابط دائمة، لا يوجد مقدسات أو ثوابت. فهذا كتعريف الحياة الحداثة من ناحية فكرية. لكن من ناحية أدبية اللي هي مقصود في هذا الكتاب، عرفها الغذامي أنه تغيير الواعي، لكن هي باختصار تطبيق آخر ما توصلت إليه الدراسات التقنية في علوم الإنسانية، في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع على النقد الأدبي. أوكي. فيرى حمودة أنه الحداثيين يعني كان يرفعون شعار الأصالة والمعاصرة، إنه حنا نأخذ آخر ما توصلت إليه الأبحاث في النقد الأدبي ونطبقه على تراثنا، فجمع بين الأصالة والمعاصرة. أي لكن هو يقول إنه الحداثيين العرب لما ماتت البنيوية في الغرب وانتقل الغرب إلى التفكيك أخذوها البنيوية ثم تحولوا إلى التفكيك. هذا من ناحية خلنا نقول الحداثة من ناحية فكرية وأدبية. أما إذا أتينا إلى البنيوية، هي مدرسة في علم النفس بدأت ثم انتقلت لبقية العلوم الإنسانية، وأنا شخصية معجب بها، تدرس الظاهرة الإنسانية من خلال علاقتها ببقية الظواهر. ففي الأنثروبولوجي مثلا إذا أرادوا يدرسون ظاهرة الأسطورة يدرسونها ببقية الظواهر الإنسانية، وكذلك في علم النفس. لكن في مجال النقد الأدبي أنا لست معجبا بها، لأنها تدرس النص من داخل النص، من العلاقات داخل النص. فمثلا يقول لك هل يوجد في النص نداءات استغاثة كثيرة أم لا؟ هل عدد الكلمات التي تحتوي حروف 4 أكثر من عدد الكلمات تحتوي حروف 5؟ هل النص فيه عدد معين من الحروف، حرف الجيم، حرف؟ يحللون النص بطريقة رياضية من داخله. فحمودة ذكر في الكتاب نماذج من نصوص طبقت عليهم منهج البنيوي، وفي الحقيقة أنا ما فهمت النص لأنه مو واضح. تعتبر محاضرات ديس وسير حجر الزاوية لهم، لأنه كان له محاضرات شهيرة في اللغويات.
رولان بارت من أشهر أعلام البنيوية، وهو قال بموت المؤلف. هذه حكاية موت المؤلف. إيه، لأنه هو فكرته ينكر قصدية المؤلف. أنت ألفت كتاب تذكر الأضلاع الثلاثة لما قلنا هم، يقول لك شيل من رأسك المؤلف وحياته وظروفه، أنا أحلل النص من داخل النص. فهم يركزون على مفردات الصرفية المعجمية النحوية. أبرز النقد اللي وجه البنيوية أنه مذهب ينكر المسحة الإنسانية، أنك أنت يعني ما تربط النص بواقع اللي أنتج النص. صح. فهو يرى حمودة أن البنيوية فشلوا في تحقيق المعنى ونحولوا النص إلى علاقات رياضية. أما إذا أتينا للتفكيك فهي مذهب ظهر من السبعينات القرن الماضي. ولو رجعنا أنه فترة أوروبا في فترة الأربعينيات الحرب العالمية الثانية، في ناس كثير ولدوا وهم فقدوا آبائهم وما في أعمال ما في وظائف، فصار عندهم لما كبروا في سن الرشد صار عندهم ما في يقين. صح. ما في عائلة، ما في بيت، ما في كنيسة، كل شيء متدمر. صح. فأثر عليهم. فالتفكيك هي ترى، احنا قلنا مثلا البنيوية ترى موت المؤلف. التفكيك تقول ماذا؟ أن كل قراءة هي إساءة للنص. بمعنى أنه أنت تقرأ النص تفهمه فهم معين. أوكي. هذا يخالف يتجاوز فهم واحد قرأ النص قبلك، فهم يفهمون الإساءة أنه تأتي بقراءة جديدة. اعتمادهم على نيتشه باعتبار أنه فيلسوف العدمية. أوكي. وينكر أي شيء مرجعي. ففكرة التفكيك أنه النص يحتمل متناقضات وأنت قادر على استنباط المعنى على حسب تلاعبك اللغوي، على حسب قدراتك الفكرية. عندهم نقطة مركزية أنه ما في أي ثوابت، يعني ما في احتكار لشرح النص. أوكي. عندهم مفهوم الإرجاء، أنك أنت إذا فهمت النص معين هذا ليس فهم يقيني، لكن أنت ترجئه حتى يأتي فهم جديد. أشهر روادها جاك دريدا المنظر الفرنسي. و يعني هو خلينا نقول البنيوية لها علاقة بالدراسات اللغوية أكثر، والتفكيك بالفلسفة العدمية. والكتاب فيها ذكر نماذج لنقاد يعني طبقوا المنهج البنيوي على التفكيك، والتفكيك على نصوص أدبية. اللي وده يرجع ويشوف قضية كيف طبقوا هذه المناهج. جميل جدا. مثير للاهتمام أنه وضعت حدث مفصلي زي الحرب العالمية الثانية كفاصل ما بين قبل وبعد، ما قبل حداثة وما بعد حداثة. وعجيب، أنا أشعر ممكن هذه فقط إضافة سريعة، أنا أشعر أنه حنا أحيانا نستهين بمدى تأثير هذه الفواصل التاريخية الإنسانية، يعني بالحروب، بالمآسي، بالحظات الكبرى في حياة الإنسان. يعني مثلا ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها مختلف، لأنه المآسي اللي حصلت فيها مثيرة للاهتمام ومروعة جدا. يعني عندك يعني واحدة من الأشياء، مثلا عندك طائفة أو دين من الأديان زي اليهودية، يعني تقريبا بلش ينفى أو يذهب. يعني عندك جزء كبير من الرجال، يعني هذا حتى تغيير جندري أصلا يعني حدث فيها، يعني جزء من الرجال فقدوا قتلوا نتيجة الحرب. تغيير أنه أعيدت على قولتهم أعيدت أوروبا للقرون الوسطى، تدمرت انتهت، يعني لم يتبقى إلا ممكن بريطانيا وكم دولة محيطة بها يعني، ولكن الوسط زي فرنسا أو بلجيكا أو قصفت يعني. وصحيح أذكر أنه قبل أسبوع قرأت قصة لشاب أمريكي من أفريقيا أمريكا عن قولتهم. فهو يقول أن أمي فرنسية يهودية. طيب. وعاشت فترة النازية. طيب. ومشيدة أنها كرهت النازية والأوروبيين والعقر الأبيض. تزوجت زنجي. الله. يعني الأوضاع أنا وصار هو من الناس اللي ضد المركزية الأوروبية. أيوه. أنا قصدي أنه مثل ما تفضلت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأثر على أفكارنا جداً. وتصير صحيح. أنت يعني هذه السيدة لو ما صار لصادقها ممكن تزوج واحد أبيض يعني. صحيح. لكن صحيح. هي نوع من اللي، وأذكر أني كنت أسولف مع واحد شاب عربي في أوروبا وسألته عن الجنسيات،
قال أنا بعد ما بلد العربي فقط جنسيته وذهبت إلى أوروبا، الجنسيات بالنسبة لي مجرد جواز سفر لا تمثل أي معنى سامي. أيوه. إن أنا أنتمي لبلد معين. صح صح. ولذلك أنا أشعر يعني أفهم مقولة يعني مثلا بعض كبار السن عندنا لما يقولون مثلا عن حرب الخليج بعد الأزمة وقبل الأزمة، يعني وتفسيرها بالأزمة رغم أن اسمها حرب، يعني مثلا تبين لك قديش هي أزمة حتى بالنسبة لهم اجتماعية، حتى أزمة بالنسبة لهم فكرية. يعني مثلا على سبيل المثال أحد الأزمات أنه أنا بعض أهلي عراقيين، إنزين بعد مثلا حرب الخليج أو أزمة الخليج حصلت الانقطاع، يعني أحد آثارها أنه أصبحت شعوب الخليج ما بعيدة عن العراق مثلا، ما تعرف الشعب العراقي مين هو، وأيضا حتى الشعب العراقي صار فاقد بوصلته وهويته، يعني ما بين إيران وما بين الخليج، وهو أصلا فهو محكور بالنص، وتركيا فهو عربي ما لا يمكن يكون إيراني، وهو عربي لا يمكن يكون تركي، هو بنفس الوقت غير قادر أنه يكون علاقات سوية مع العرب، سوية أو طبيعية مع بقية العرب، وعنده هذا الهاجس والتخوف. ها زيها أمور أخرى 9/11 أحداث 11 من سبتمبر مثلا، زيها الربيع العربي مثلا، زيها أزمات أخرى كورونا مثلا، كورونا مثلا بالضبط، ما قبل وما بعد، يعني أمور ولحظات زي كذا. يعني كتب زي هذه على الرغم من أنه وهذا العجيب بالقراءة صدقا، يعني المذهل بالقراءة أنا ممكن أقرأ كتاب عن الحداثة زي كذا إنزين، بس اللي يعني استخرجه من الكتاب يعني بعيد عن الحداثة أنه موضوع قبل وبعد. أيه. التواريخ إنزين، أنه كيف هذه الأمور تفصل إنزين، يعني أتصور أنه ممكن أنا فهمت معنى الحداثة في مراجعتنا ذي أفضل من قراءة 10 كتب يعني. أيه. كتاب عرب مثلا يعني يستطيبون بموضوع الحداثة ويعرفونها وأدبيا ويتوسعون فيها ويجعلونها موضوع شائك. يعني أنا من ضمن النقولات ونقل عن أظن جابر عصفور تعريف الحداثة 7 أسطر. يعني إيش وما فهمت منه شيء، لأنه يقول لك يتقاطع الماضي مع الحاضر وانبثاق الوعي صح. بكل بساطة أنه تطبيق المناهج الجديدة على وخلاص صح. إيه. وهي صح فعلا صحيح. فأشكرك جزيل الشكر حمود على هذا العرض الأكثر من شيق ورائع عن كتاب مهم. حياك الله. احنا انهينا فقرة الكتاب واتينا الى فقرة الفيلم. وايش فيلم؟ والله فيلمنا يقترب من موضوع الحداثة، يعني قد يقترب من موضوع الحداثة مواضيع النقد الأدبي. فيلمنا فيلم إيراني، هذا ثاني فيلم إيراني اتصور انه نناقشه في لمحات، اسمه لا وجود للشيطان، موجود على نتفليكس، هو اسمه بالإنجليزي There is no evil. طيب هو فيلم درامي إيراني أنتج عام 2020 من إخراج محمد رسولوف، فاز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي في نسخته 70. وقصة الفيلم أنه يروي قصص تتعلق بعقوبة الإعدام. أنا وأنا أعد الحلقة يعني ما هذا الفيلم أو هذا النص كتبته منذ أكثر من 4 شهور ممكن، إنزين وما كنت مرة متقبل إني أتكلم، إنزين بس الفيلم مثير للاهتمام، إنزين بس أنا يعني أنا أحب دائما أبعد عن مواضيع الإعدام والمثير للكآب، يعني تخوفني ما أحبها، بس عموما نكمل يعني إنزين. فالفيلم يروي 4 قصص تتعلق بعقوبة الإعدام في إيران. طيب وأوضح رسولوف اللي هو المخرج أن الفيلم يدور حول الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الأفعال الشنيعة في المجتمعات. كيف يعني؟ أنه كل قصة تستند إلى تجربة خاصة، والفيلم أيضا أثار جدلا واسعا لدرجة أنه حكمت السلطات، وعاد السلطات الإيرانية يعني مناقصة يعني حبايب إيه تبيها من الله زين، يعني أثار فيلم جدل واسع وحكمت السلطات بعد عرضه على رسولوف بالسجن لمدة عام وحظر من السفر. يعني الرجل أخذ جائزة الدب الذهبي ببرلين وما حضر فيلم فاز وهو في السجن مسجون. يا أخي أنا السينما طبعا أنا غير متابع كثير الأفلام، بس اللي أسمع أن السينما الإيرانية لها سمعة يعني جيدة صحيح، وأفلامها مثيرة للجدل والاهتمام وواقعية أيضا صح، يعني هي ما عندهم سوالف اللي
يعني بعيدة عن الواقع. طيب إيش حكاية قصص عقوبة الإعدام اللي تناولها الفيلم؟ كما يقال العنوان هو عتبة النص أو مفتاحه الذي يمكننا عبره فهم باقي عناصر الفيلم أو تحديدا القصة المعقدة التي تتكون من 4 لوحات فيما يتعلق بهذا الفيلم. الثيمة الأساسية التي تدور حولها أحداث الفيلم هي عقوبة الإعدام، لكن هذه المرة لم يتناولها من عين السلطة التي تلقي هذه الأحكام، يعني مو من عين الحكومة اللي تلقي أحكام الإعدام، لا لا لا، ولا حتى من عين المحكوم عليه المعدم لا أيضا، ولكن من زاوية جديدة، من زاوية هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ حكم الإعدام. طيب هذا 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 أحد الجوانب المثيرة بالفيلم، أنه يتناول موضوع، أنه ما يتناول موضوع السلطة، ما يتناول موضوع المحكوم عليهم، يتناول موضوع الأشخاص الذين ينفذون. يعني بوجهة نظري أنه تناول جديد، هو عادة الناس يتناولون الضعيف أو الضحية. صحيح، تناول جديد مثير للاهتمام فعلا، المفاجئ ما تتوقع. يعني المخرج يأخذ المشاهد في رحلة عقلية كما يقال، تتتابع فيه الأسئلة، وكلما ظن المشاهد أنه وصل إلى الجواب المثالي اكتشف أنه الأمر ليس بتلك السهولة، فيطرح المخرج المزيد من الاحتمالات اللي تحير عقله. طيب كيف؟ يبدأ الفيلم القصة الأولى حول عائلة طبيعية للغاية من الطبقة المتوسطة، أب وأم وطفلة، أسرة كادحة سعيدة صغيرة بسيطة لطيفة متناغمة ومتوائمة، ولكنها منشغلة بكثرة المهام الاجتماعية. طيب تتعاطف مع هذه الأسرة سريعا، خاصة مع المجهود اللي يقوم به الزوج والزوجة في رعاية الجدة، طيب، وكذلك الأبنة. تشعر بالقلق على مصيرهم، فبالتأكيد المخرج لم يحضر لنا قصة، يعني حتى نرى يعني قصة حياة أسرة هانية وسعيدة، الموضوع فيه شيء. طيب خصوصا في فيلم يحمل عنوان لا وجود للشيطان، فيعني انت يعني انت تشعر انه في موضوع، في لفة. طيب هذا حتى تأتي نهاية هذه اللوحة، طيب، وتكتشف ان مهنة الأب الحقيقية هو انه منفذ الإعدام. طيب يبدأ المشاهد في تذكر حديث الزوجة عن العمل الليلي للزوج، طيب، وكيف انه مجهد ومتعب، كيف انه أجره ضعيف واجتهاده في عمله، ولنضع في عين الاعتبار أن اجتهاده في عمله اجتهاده في إعدام، يعني في إزهاق أرواح البشر، يعني في إزهاق أرواح بالضبط. طيب الحين هذا نوعا ما يبدو مفزع، لأنه هو يمارس في النهار وجزء من الليل عقوبة بشعة، عقوبة إزهاق أرواح. وطيب هل في شعور بالندم، شعور بالخشية؟ صح، هو فعلا مفزع، هو الفيلم مو مخيف، ولكن أنا ما أحب الخوض في هكذا مواضيع صراحة، يعني أوكي. ولكن ليجيب عن السؤال، أنه تشعر بالفزع فعلا مع التعامل الهين للموت أو مع هذه الفكرة، الفكرة اللي هذه أنا أتصور عبقرية المخرج أو الفنان، زين، أنه يظهر لك زاوية من الزوايا لم تعتقد أنك ستفكر فيها. بمعنى أصح، لو كنت شخص مثلا تعارض فكرة الإعدام، دائما ما تفكر أنك تحرص أنه السلطة التي تقيم مثلا الإعدام مثلا أنك تنبهها، تنوه أنه هذا أمر خطر، أمر غير إنساني إلى آخره. ولو أنت معه، زين، تحرص أنه الجهة المضادة تقنعها بالدلائل والقرائن أنه هذه بالعكس هذا أفضل وهذا أحسن وهذا لأجل خدمة المجتمع، وإذا شخص أساء هذه الإساءة العالية إلى آخره. طيب عبقرية المخرج هو أنه ما يخليك، يعني أدور لك زاوية جديدة ما قد توقعت أنك تفكر فيها، اللي هي لا الحكومة ولا الناس المعارضة هي اللي ينفذ. إيش رأيك لما أعرض لك قصص أشخاص ينفذون هذا الشيء؟ يعني مثلا القصة الأخرى أنه وضع معاكس جدا عن الأول، إنزين، القصة الثانية أنه شاب يقوم بالخدمة العسكرية في الجيش، وحتى يحصل على إجازة يجب أن يقوم بعملية إعدام لأحد المتهمين، والشاب هذا يظل مرتجف وخائف ويبكي. ليه؟ لأنه يخشى من العواقب الأخلاقية، يعني تجاه هذا مثل هكذا فعل، يعني هو لا يود يعني القيام بهذا الفعل المخيف. طيب فيحاول التملص
من تنفيذ هذا الحكم. هكذا أيضا نستمر بالفصل الثالث أو اللوحة الثالثة واللوحة الرابعة، هي كلها لوحات تتعلق بمن ينفذ الإعدام، طيب، ولكن من زوايا مختلفة. طيب الآن باعتبار أنه كما ذكرت أنه في أكثر من زوايا، إيش الفكرة الرئيسية من الفيلم بظنك؟ يعني إيش علاقة العنوان بالمشاهد؟ أنا أتصور أنه الفكرة هي في واقع الأمر هي أنه يعني من عنوان الفيلم أنه لا يوجد شر أو لا يوجد شيطان، لا يوجد شر مطلق ولا خير مطلق، أو لا يوجد شيطان ليقف بجانب الإنسانية. وبنفس الوقت المخرج ما نلاحظ أنه يدين أي شخصية من الشخصيات، بمعنى أنه ما يصور شخصية ويشعرك من خلال الكاميرا والتصوير والإخراج أنه يدين هذا ويثني على الآخر، هو ما يفعل كذا. فأنا أتصور أنه يجعلنا نلقي بنظرة جانبية على الشيطان الحقيقي والشر الحقيقي. اللي تقصد أنه اللي ينفذون الإعدام هو يقومون بعمل وظيفي بحت؟ ممكن، يعني ممكن جدا أنك تنظر لها بهذه الزاوية. ممكن جدا، يعني في أحد اللوحات أنت تتعاطف مع منفذ الإعدام ولوحات أخرى ما تتعاطف معه. هو فكرته أنه يقدم لك أنه هذا الفعل الشرير، هذا الفعل الشر المحض، إنزين، وانظر له من شخص يؤدي كيف سيبدو لك. طيب، فأنه حسنا فكرة ما بعد حدثية ذي. يعني بالضبط، عشان كذا قلت كأنه تشعر كأنه متعلقة بالفيلم أو الكتاب اللي تكلمنا عنه. يعني في نفس الفيلم، يعني هو المثير للسخرية أو مثير للعجب أنه الفيلم نفسه تسبب بالمخرج، إنزين، اللي صوره، إنزين، بالسجن، إنزين، يعني هو دفع الثمن، يعني كان حتى المخرج اللي أخرج الفيلم قاعد يدفع الثمن. يعني يفترض إنه يشكر. بالضبط. أي إنه هو يعني عن قصدي تحديدا إنه يعني موضوع الإعدام كفر الله شره والمستمعين ومشاهدين الكرام أيضا يجعلك تتفكر به، يعني ما معنى هاي العقوبة، ما معنى هذه العقوبة المستلزمة، يعني ايضا تتفكر بامور حتى بعيده عن ثيمه الفيلم وخلفيه الفيلم، زي لما تفكرنا في كتابنا تو الحداثه انه في مواضيع قبل التاريخ وبعد التاريخ، انه تبدا تتصور، طيب انت تبدا تتفكر ايش هي العقوبات الحقيقيه التي تستلزم عقوبه مروعه زي الاعدام، يعني ان تقضي على وجود الشخص في حياته، تزهق روحه، يعني بمعنى انه يعني انت تتصور هل عقوبه الاعدام ايضا عقوبه تاديبيه، لأنه كيف تأديبية والشخص الذي يعدم يمكن عقوبة رادعة. بالضبط، وهنا بالضبط هنا تجي عقوبة رادعة إلى آخره، فتبدأ تتساءل يعني حتى في مثل هذه الأمور. فهذا فيلم لهذه اليوم الحلقة. الله يعافيك، ما قصرت أبو صالح، فيلم جميل، وأنا عن نفسي حمسا كثير موجود في نتفليكس، يعني من يريد المشاهدة يعني إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر حمود، ما قصرت، ممتن لاستماع المشاهدين والمستمعين، أتمنى يعني أن تحوز الحلقة على رضاكم، لا تحرمونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون، من تعتقدون أنه تهمه. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.